ليحو تمام. أسعد الله أوقاتكم كل خير، أشكركم كل الشكر. أقسم بالله أن مشاعر متلخبطة، أنا لفترة مختفي عن كتابة المسرح والمسرح الغنائي، واليوم جد شنا أول مسرحية إنشادية في مراجل إنشاء نشودة وعمل مسرحي وتحركات، هذا يدل على الإبداع الموجود في الشباب. أشكركم كل الشكر. الله يعطيكم العافية. حنا في فقرتنا الحي يحييك، كل أسبوع في فقرة، كل أسبوع فكرة، يعني اليوم دشنا بكرة ممكن نصنع صاروخ هنا عادي. حنا قدها. الله يرفع قدرك. لكن تنويه بآلية السحب الجديد على هاشتاج 14. أسبوع اللي طاف كانت آلية السحب كيف الطريقة؟ تهدي نجمك 200 نقطة وتخصم على واحد 100 نقطة. لكن اليوم رمضان الخير وانتم بدعتوا وما قصرتوا معي، الآلية الجديدة بدون سلاسل، بدون سلاسل. راح تكون الآلية الجديدة على هاشتاج مراجل 14، تهدي نجمك 100 نقطة. ما خلصنا. تهدي نجمك 100 نقطة وتهدي خويه اللي أنت بتختاره، يعني السحب على اثنين، اختار اسمين، نجمك 100 نقطة وخويه 200 نقطة. خويه الاسم الثاني له 200 نقطة، يعني اليوم ما في خصم. لكن أنا وش معي؟ معي كروت هنا وفيه تحديات، فيه أسئلة، فيه ربشة. هنا هذا الكروت الصادر، من هم مثلث برمودا ذولا؟ في اخوان الدمار عند الديكر وكين، في اخوان هنا، يا شاطر يا شاطر يا شاطر. الكروت هنا، الجروب ذا يخوف، جروب 82، يا شاطر يا شاطر يا شاطر. في جروبات ثانيه ما اقدر اقولها للحين، لكن حنا ايش نعطاني على جوي. حنا بنبدا اول فقراتنا. تعرفون لعبه الخطوه؟ حنا صغار ما كنا طق 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 حجره اسمه ايش؟ يا جن كلامكم. اذكر واحد من اخويا الله يذكره بالخير، قعدت 3 أشهر ما كنت ادور على النجوميه، كنت احاول افهم كلامه. عزوز الله يذكره بالخير، كل كلامه يا ملخي شنوحك حلومك، قعدت 3 أشهر بدون نجوميه. ها بكين يا ولد سيف، اقول لك انا تدريبات عزوز طبعا من اهل الشرقيه، يعني سلك لي. في احد منشد هنا؟ ايوه عطنا فهمت على اللحن، عرضه سعوديه. هذا هناك هناك، لا 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 غلط غلط. كذا صح؟ الشاطر يا شاطر يا شاطر. والله الشيخ غريب. لكن أنا إيش رأيكم نبدأ الفقرات؟ نبدأ مجموعتنا. أنا والله العظيم إني ما أدري وش اللي قاعد مكتوب هنا. أقسم بالله أنا في 24 كرت. اللي أنا عرفته قال في أمثلة، في ترتيبات، في حوشة. لكن أنت وحظك. أنت وش علوم حظكم؟ أنا ما أدري. بنبدا يا طوال العمار، بنقسم، قول اربعه هنا، طق. طيب نبدا باول اسم العلياني اذا تكرم. يا مرحبا وسهلا، يا مرحبا وسهلا. اليوم أقسم بالله، مع أن حنا عندنا خبر
والله ما كان عندنا خبر. كنا مجتمعين عند مجلس الإدارة والله فاجأونا جميعا. احنا يعني مقدمين وإعداد، أقسم بالله أن احنا تفاجأنا بالهدية، وهذا أقل شيء يقدمونا لك الإدارة، لأن احنا برنامجنا مراجل وهذه العلوم الطيبة. وأنا أخوك فأنت تستاهل، وأنا أخوك ومن يقول الله يعطيهم العافية. لكن ذا الحين أبيك تختار، تحدد، تقول المربع الفلاني، أنت وحظك. المربع ذا أي واحد؟ اللي في النص. لا لا لا، اللي هذا؟ ذا اللي لحاله. هذا؟ ذاك. هذا؟ أيوه. متأكد؟ متأكد. طيب نسحب الكرت. يقول لك يا طويل العمر عدل الكلمة، يعني أنا بقول لك كلمة وأنت لازم تجيب اسم. هذا يقول لك اسم ولد، طبعا الاسم لخبط، انت لازم تعد في الاحرف عشان يجيب اسم. حلو، مظبوط. اسم الولد سنح. سنح. سنح، عدل حرف السين وحرف النون وحرف الحاء، عدلها وتفوز معنا. سندح. لا مو حرف الدال، انت منين؟ امسح الحاء عادي. سند. سنح. جيب اسم على الاحرف هذه، بدل، حط السين في الاخير وبدله هنا لين يزبط معك. طبعا هذه اذا جبت الاسم لك 50 نقطة، وإذا ما جبت الاسم لك خصم 50 نقطة. تقول بدون خصم؟ لا، أنا قلت التاج بدون خصم. لا، الدال هذه الدال لازم الحروف كلها عندك. ثلاث أحرف، حرف السا وحرف النا وحرف الحاء، بدلها. تم 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 تم، خلاص لك أول 50 نقطة. الله يبيض وجهك. فهمتوا كيف طريقة اللعبة؟ وتستاهل يا حبيبي. في سؤال ثاني لغيرك، ما هو بلك. استهلوا، فهمتوا كيف الطريقة؟ اللعبة لخبطة، حتى أنا والله ماني بعارف، لكن ذي المرة بنطوفها، لا حد يتكلم. نعم نعم. ترى التحديات والحماس بيموت إذا حنا قاعد نغشش بعض. أختصرها وأعطيكم وصلى الله وبارك وسحور وهبة ريح، وإيش رأيكم؟ لكن أنا والله ماني بعارف الإجابة، ترى أنا ابتلشت، أقول في خاطري يا رب أحد يعلمه، لأني ماني بعارف الإجابة، ما أدري شو مكتوب. طبعا الإعداد عطوني الاسم الثاني، ولا تهون. عبد الله القريني، يا مرحبا عبد الله. احنا قبل كان عندنا هزيج، انتم وش هزيجكم؟ هزيجكم انا كني سمعتكم تقول فلان فلان يا ابا، صح ولا لا؟ خلنا نرضيكم. ما تجي بس شوف عبد الله يعمل ايه، بس شوف عبد الله يعمل ايه، بس شوف عبد الله يعمل ايه، بس شوف عبد الله يعمل ايه. اختار. طبعا اختار كرت. اختار كرت، بس ما تشوفه، اعد بس حدد الاول. اول كرت من اول مربع. اوه اسمع، هذه اذا جبتها لك 50 نقطة. بسم الله. وإذا ما جبتها لك خصم 100 نقطة. دوافع البلاء. طيب نفس الطريقة، رتب الكلمات، مظبوط؟ يا سلام. يقول لك من أغراض المطبخ قرد، رتب الكلمات بيجي لك قدر. أوه عليك، أول 50 نقطة. يستاهل يستاهل. الله عليك الله عليك. ناخذ الاسم الثاني. طبعا مبارك، اخونا مبارك يجي. مرحبا. بس شوف يا مرحبا اخونا مبارك. طبعا اخونا عبد الله العلياني اعتقد، يا مرحبا. اختار المربع ذاك، واخونا اختار المربع هذا، انت وش بتختار؟ بتعب كبير ذاك ابشر. والله انا اساعدك، تعبك راح يا حبيبي انت. طبعا ترى التحديات ما هي كلها رتب كلمات، في اشياء مختلفه، مثل يطول العمر. الله 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 الله. اول شيء لازم تختار اسم واحد من المتسابقين، لازم تختار اسم. وش المسابقة؟ ماني بعلمك. شوف شوف، دبهم. لا لا، هنا في كرت يقول لك
ما نعلمك. ممكن يكون اضافه، ممكن يكون خصم. تعال مشبه مشبه من راح نروح سوا ولا نجي سوا؟ اجا خلاص انت اخترت سالم. طيب يقول لك سالم اذا اخطيت في السؤال بيجي خصم 50 نقطة. ول 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 لكن إذا جبت السؤال لك 100 نقطة ولا يجي شيء. لا خصم ولا لازم تعطونه. هو بيجي سالم هنا. طيب. السؤال يقول ما هي الدولة التي تقع في قارة لوحدها؟ الخيار الأول أستراليا، الخيار الثانية يعني ما رقم ده أنا. الخيار الأول أستراليا، الخيار الثاني إيطاليا، الخيار الثالث فرنسا. استراليا. الله عليك ما يمدين حتى غششك. والله كنت ناوي غششك قبل. استراليا ما يحتاج. والله كنت ناوي غششك. استاهل. يستاهل يستاهل. اللي حطها لك 100 نقطة وسالم ما جاء شيء. غشش غشش. يا سلام. روح يلعب على مجنون. يهز مجنون. طيب ناخذ الاسم اللي بعده. كنترول عطنا. الله 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 الله. وقع الاختيار على مين؟ على مين؟ اميل طاقيته متكي على عصاه انا شغموم القرية. مرحبا بك. هاي 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 تقرب على اليوم الخامس. يا مرحبا بشغموم الغريه. يا اخي انت 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 اسطوري. في الفقره الاولى كنت معي المشرف والان انت الشغموم. نعم. الاسبوع الجاي وش بتصير؟ اذا في اكبر من شغموم ها؟ اذا في اقوى من شغموم نكون ان شاء الله. وين تبي توصل؟ القمر. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. يعني في البدايه مشرف على فقرتي، بعدها شغموم الغريه، الخطوة الجاية راح تكون مشرف مع المشرفين في البرنامج. نطمح لأكبر. يا ساب ودي بتنفيذي بعد. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. طيب اختار أنا أخوك. بلدنا بلدنا والتعدي زرية هنا. هنا. طيب. شو يقول؟ يا ساتر يا ساتر. يقول لك يا طويل العمر هذا انجبتها لك 100 نقطة. وإذا ما جبتها عليك خصم 50 نقطة. يقول لك من أغراض المطبخ سنكي. وشو؟ لا حد تكلم يا عيال. من أغراض المطبخ سنكي. سنكي. الله عليك. الله عليك يا شغموم. الله عليك. شو شو الله عليك. الله عليك يا شغموم. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. شغموم الغرية. على طاري شغموم أوجه التحية لأخوي زايد بن ناجة. شغموم شكرا بتو. طيب اليوم بنادي اثنين أنا مسميهم أخوان الدمار. أبي أبي أنا أنا بناديهم مناداة خاصة على طريقة WWE. يقول ذال أندر ديكر and his brother Kane. اخوان الدمار. يا ساتر يا ساتر. يا مرحبا ومسهلا. الله ما يبقى ذا الحين. طيب ذا الحين الساتر يا ساتر. شد ظهره على طول يا اخي. والله ما لوم انس تكمل. يا طيب ما شاء الله تبارك الله. اقسم بالله ما شاء الله تبارك الله. طيب انتم ذا الحين اخوان الدمار ذا الاندن ديكر وكين. ابي تصريح. ابي تصريح. صرح يا الاندرتيكر. من فينا الحين انت من الاكبر؟ انت ديكر ولا كين؟ من كين ذا؟ كين اخو اخو تيم. صرح يا كين صرح. ما عليك تعدي يا ابو محمد. صرح روح. وسميتنا اخوان الدمار واحنا هنا للدمار. يا ساتر يا ساتر يا ساتر.
اسمع يا ساتر اسمع. طيب السؤال هنا ها اخوان الدمار تقول حنا جايين حنا اخوان الدمار the brothers and Decker Kane الكلام انتم جايين تقدمون ابداع تقول حنا بندمر الشيء المعتاد حنا بندمر الملل حنا بنصنع النجوميه لكن السؤال حنا بنكسر يوم الدنيا. السبت الجاي تخيل لو قال عادل هيف وان فارقتنا جسدا روحك ستظل باقيه وش بيكون شعوركم اذا تفرقتوا كل امانه سيبقون ها سيبقون يعني خلاص انا اعطيك تصريح من الحين احنا للنهائي دبا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اخوان الدمار وسنصنع النجوميه يصرحون يقول نحن ما في ثنائيات يقول حنا اخوان حنا اخوان الدمار والى النهائي سويا يا ساتر طيب يا اخوان الدمار في كرتين هنا وفي كروت واجد انتم وش تختاروا في كرتين هنا ما بقى الا ذا الكرتين وش تختارون امر وانا اثنين من هنا اثنين من هنا صرح المتحدث الرسمي بان تجلب لنا كرتين من عندك طيب عشان يعني انا والله ما شفت الحين اختار يمين ولا يسار اختار صرح عادي قرب هذا وش يقول هذا في كلمات انا ما فهمها يمين يسار طيب كين اختار يمين والاندن ديكر اختار يسار طيب وين كاميرتي انا احتاج كاميرتي كين سؤال انت كيف عرفت ان دي كاميرتي يا ساتر يا ساتر هذا طلع خيار كين اعداد تشوف تشوف ترى شوف لك لمده 5 دقائق مسموح لك كل شيء الجميع يثبت ولا يتحرك هذا كرتك اي واحد يتحرك تسوي اللي تسوي عندك 5 دقائق كنترول جهز لي تايمر ارجوك لك 5 دقائق تسوي اي شيء بقى. تضرب ذا تشل ذا تكب على ذا واللي تحرك عليه خصم 200 نقطه طيب دقيقه عشان اخليك حتى اخوك ما تحرك تحرك 200 طيب كنترول تكفى جهز لي 5 دقائق اهنا وناس طيب 3 2 1 تفرد التحرك مخصوم عليك 200 نقطة لا قل براسك كذا افتح فرد لا تضحك 5 دقائق لا تروح عليك بسرعة يضحك افتح فردك بتروح عليك خاصة لا أنت ما تامره هو ما يتحرك مالك شغل فيه هو ما يتحرك لا حد يتحرك لا حد يتحرك منكم خليكم ثبتين افتح, افتح. زياد بشري افتح شو غموم القرية ها؟ افتح 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 كم بقى كنترول كم بقى مع دقيقة افتح الوعد بعد 5 دقائق والله ما يخلونك افتح افتح يا سلطان من جد القرية ها؟ كم بقى دقيقة كنترول كم بقى دقيقة يلا يا زياد يلا ايش اسمك ريان يلا علي خصم علي خصم على علي مناحي 200 نقطة طيب خليك جالس لأنك معنا خصم متعب 200 نقطة بس يلا يا عبد الله في إبراهيم ترى انتبه يلا علي مناحي ومتعب الرقعان خصم 200 ما يفتح فرته هو حكمه انه ما يتحرك ما تحرك ماشي صح تحرك لا خلاص خلص منه دي الحريه يا عبد الله افتح 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 ما حد تحرك لا حد تحرك
ارجع مكانك، ارجع مكانك، لا حد تحرك بسرعه، لا حد تحرك، لا حد تحرك. كم بقى دقيقه؟ كان بسرعه عليك خصم. اجل عايد خصم 200 نقطه. افتح احتفل، احتفل كيف؟ خلاص خلاص خلاص، انت الوقت، انت الوقت، انت الوقت، انت الوقت، انت ايه، تحرك حركه خلاص، رجع يا عيال، انت الوقت لكم الاحقيه انكم تردون عليه. لا يا يا انت تكفى يا شيخ. خلاص 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 يا عيال خلاص يا عيال، اجلس يا عيال، اجلس اجلس، خلاص يا عيال، خلاص 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 يا عيال، اجلس 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 اجلس، لا 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 خلاص اخو ما له شغل، استريح استريح، لا خلاص ما له شغل اخو. طيب نكمل فقرتنا يا عيال، يا عيال نكمل فقرتنا، نكمل فقرتنا يا شباب. اسمعوا الحين التحدي، التحدي الصلف والشباب ارجعوا، التحدي اللي جاه لاخونا اندنديكر يقول اتحداك يا عيال تسمعوني صوت، يا عيال صوت 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 يا شباب، يا شباب يقول اتحداك تقول نكته بايخه، اسمع وما حد يضحك، يعني اللي يضحك راح تخسر، يعني تقول اه اسمع اسمع اسمع، صل على النبي، خلني بقول لك شيء يا عيال، يا عيال صل على النبي، التحدي اللي جاء اخونا اذا ما حد ضحك له 100 نقطه، واذا حد ضحك عليه خصم 50 نقطه، بس لازم يكون نكته بايخه. خلاص 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 دا دا. يا عيال واضح، واضحين يا شباب؟ انا اطالب بالخصم عليهم كلهم، انت انتهى الوقت، كلهم عليهم خصم، مالي شغل، انا مالي شغل، انا اعطيتك 5 دقائق والباقي عندك. طيب شوف، يعني الحين تبي ذبه بايخه، ذبه بايخه ما حد يضحك منها، اذا ضحك واحد منهم يجيك خصم 50 نقطه. توقفون يا عيال، لا حد يضحك يا عيال، يا عيال يقول ذبه بايخه، تقربون مني عشان اخوي، بينك وبينه، اذا ضحكتوا جاء عليه خصم 50 نقطه، إذا ما ضحكتوا يجيه إضافة 100 نقطة. خلاص قول نكتة بايخة، بايخة عطنا نكتة بايخة. والله أني جيت البولح وطحت عيالي وقمت شوفوني. خصم 50 نقطة، 50 نقطة خصم عليك 50 نقطة، استريح يا طويل العمر. شو محمد جامع؟ لا 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 لا، بنعيد بنعيد بنعيد، اسمع اسمع بنعيد. اخوي لا تضحك، والله طلبك تضحك، لا تضحك، ما بك تضحك. اسمع اسمع، اذا ضحكتوا يجي يجي خصم 50 نقطه، اذا ما حد ضحك يجي اضافه 100 نقطه. قول نكتتك. والله انا شوف فهد قبل شويه، والله ما قلت. خصم اجلس اجلس، خلاص سوينا العلينا، اجلس اجلس، خلاص اجلس اجلس اجلس، المتسابق اللي بعده خلاص خلاص انتهت، المتسابق اللي بعده عياني، عبد الله عياني سوا فيني، خلاص اجلس، مالي شغل، انا مالي شغل، هذه سياسة الفقرة. المتسابق اللي بعده يا طويل العمر، اعداد استريح، عبد الله الجنيبي يا مرحبا، الله صوت، اختار احد المربع، خليها هدي جمهور، اختار يا طويل العمر، خير الامور من الامور اوسطها، يا ذاك اللي على اليسار، الله الله، ما حد قد اختار وانت اول واحد. يقول الله يستر، اسمع هذا اذا جبتها لك اضافه 100 نقطه. حلو التحدي، ايش يقول؟ يقول ابيك تعد من 50 الى 60، بس وش هو؟ حرف السين حوله الى حرف الخاء،
يعني 51 52 الى 60. ما تقول حرف الساء، تقول حرف الساء تخسر. من كم على كم؟ من كم؟ ما ادري من كم على كم يعني. كمي كمي كمي. من 50 يا حبيبي الى 60. 50 51 52 53 54 56. لا قلت 6. عيد عيد قال 6. ما تقول حرف الساء. ايش بسوي راح اخلي. انا ابتلشت قجالي ذا الحكم وقلت والله ارد عليك. تقول 50 51 52 53 50 54 55 55 55 55 55 55 55 55 مالي شغل عد صح طلع معك وقت والله احسب معي يلا احسب معك 50 وعن 50 55 55 55 55 55 55 55 100 نقطه 100 نقطه انت شاهد من سالم سالم من مشكل انت هذا مشكل واجد هذا شوف كله ما في نظف انت ايش مشكل انت والله انا حقكم ما اسرع عليكم جيت كلكم والله يب هذا ايش مشكله والله شوفت عينك مرج يمرجون العوال ومشوا هذه المره ادعوها بوجهي تم اختار يا مرعي ايه المربع اللي اخترت بينه الاخير ذا ايش هذا لا جاك المربع ذا على حجاجك الايمن ايه؟ وخذيت 300 متر عليك نور وقف واختار الكلب حاطي اللي فيه مرعي اللي اختار بينه مرعي هذا عليك نور والله يا حبيبي اكو انا شرك طيب اوه اسمع اسمع هذا شرح هذا يتكلم كلمه واحده يرجع ويلقم خصم اسمع هذا بدون كلمه بيشرح لكم عن فيلم لازم تعرفونها عندكم دقيقه اذا عرفتوا وش الفيلم له 100 نقطه اذا لا اذا عرفتوا وش الفيلم له 1000 نقطه لكن اسمع له دقيقه اذا ما عرفتوا الفيلم له خصم 500 نقطه جاهز يا سالم قلت لك يا مرعي ما مك خير جاهز يا سالم اي والله جاهز تقول كلمه واحده ترى يجيك خصم 500 على طول تلميح ترى العدد معك خلاص مش على اعنزي كذا اخطبوط كذا تقول حركه على طول يصيدك فانتبه هذا الفيلم اشرح لاخوياك مده دقيقه بدون لا تقول كلمه واحده استاهل انا الطيب استاهل انا الطيب استاهل انا الطيب استريح 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 بس اشكرك والشرح اشكرك والشرح استريح استريح شوف 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 يا ساتر شوف قال ذبه وضحك ما هو انت لا العليان بغيت افتن بس ما اضبطت الله يجعلنا بدا الف مبروك الله يبارك فيك الله يبارك فيك تستاهل يا حبيبي وطول عمرك يا شيخ استريح اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده قبعت قبعت قبشت قبشت من اللي بعده عطني زيد كنترول جيب منو الاسم مو معقوله شنو هذا شنو شنو كنترول تسمعني لا مش على شكله راح يتسحر تسحرته دقيقه في فقره هنا يا ساتر يا ساتر طيب اطلعت معي ولا ذا الحين وقت اللي في خيانه جات كذا من الاعداد اسحب وراح تسحر عليك طلعت معي من اللي ما طلع معي يرفع ايده حلو طيب اطلع معي مشرف الشمري مشرف الشمري ترى انا ملقبك لقب تدري شو اللقب اللي انا ملقبك بروفيسور انت بروفيسور صدق والله ما كنا يشبه البروفيسور حق عرفت المسلسل لكن السؤال هنا بما انك البروفيسور من هم اعضاء التيم ولا مع الايام راح تخططهم تدرسهم كذا راح يكون دخوليه كذا بنظاره هم جالسين فهمت تقول اليوم انا اجتمعت معكم نعم في اسامي ذحين ولا مع الايام راح تعرف
ما في. يا ساتر يا ساتر. ثواني طيب. ما في؟ طيب اختار معنا المربع. أي مربع أنت بيه؟ أي واحد هذاك؟ إيه. هذاك. وش يقول معك المربع؟ أوه. كاميرتي ذي كاميرتي. خصم علي أجي. لا والله مو بخصم، يقول حظ أوفر. أنا عارف حظي زي كذا، أنا أسلمي مقروض. والله سمعت العام. يا رجال صل على النبي. اسمع اسمع، لك 50 نقطة استريح. اللي بعده اللي بعده. حمد المهان. هلا بوي، هلا والله. كيف الحال؟ شو مسوي؟ والله تمام. شلونك زين؟ تمام خير. من وين؟ من الكويت. من وين من الكويت؟ صباح الأحمد. الله وجهله تحية. صباح الأحمد. مسكين قلبي في هوى الغزلان. أنا عندي لك اختبار. شنو؟ إذا جبته صح لك اللي تبي. أبيك النقطة. اسمعني، أبيك تعد من 10 إلى 20 باللغة العربية الصح. لا لا أعد من 10 إلى 20. 10 11 12 13 ليه؟ الله يا شاطر يا شاطر. اي خطا خطا. اي والله خطا خطا. دقيقه اشكركم. طيب منصيك شوف عاد معود منصيك. اسمعني منصيك بتختار واحد. ايه اعطني مش بتختار. باخذ هذاك. هذاك استريح استريح. هذاك شنو يقول داخل الظرف؟ هذا اللي بنا. طبعا انا ترى خوالي كويتيين واحبهم، واخوي كويتي وامن عليه. هلا بريحه اهلي. يا مرحبا. هلا بريحه اهلي يا حبيبي. فنرجع للكرت. شنو يقول الكرت؟ هذا اللي بنعرفه في الحلقات القادمة. جاسم جاهز الكرت؟ تبوق الشركة؟ لا. يقول لك الله اشرح مسلسل، إذا جبته صح لك 100 نقطة، وإذا ما جبته صح خصم 100 نقطة. جاهزين؟ كذا أسهلكم. المسلسل من كلمتين، تفضل لك دقيقة. أي كلمة أي تلميح اشرح وانت ساكت. تفضل. كنترول معي. المسلسل حامض وحلو وجسوم فاز معنا 100 نقطة يا حبيبي. يلا اللي بعده. الصلف المري، تعال يا الصلف. الله الله. قبل كل شيء أنا أبي أسألك بسالفة، أبيك تجاوبني. يا الربع يا الربع، أنا ما عندي خبرة في المواتر، أنا بسألكم وش المواتر الكشف؟ المواتر الكشف مستنج البرقين كشف صح؟ قد شفتوا شاص كشف عند الحبيب؟ لا أبي أعرف وش السالفة أمانة. تعلمني وش السالفة. الحبيب تدري وش مسوي؟ راح شاصهم، شاف واحد عنده كذا دوب، خلى الشاص كشف. ليه سويت زي كذا؟ أتليت أنكبني. أي أبي أنكبك، أنا جاي هنا أبي أنكبك. أنا تخصص بيعات. لا والله الصدق يطلع عمره في موتر يطلع عمره فتحة. ايه؟ قال أخي علي واد وسعد طويل الله يذكره بالخير، قال واد نبغى مطر نبغى فتحة. حلو. قلت بس قال يا بسعدك الجاي يطلع 91 أبو صوامين وفكك يطلع عمره اللي فوق خلي كشف. يعني شخص كشف. عندكم موتر مكشوف فوق. طيب. وخلته مكشوف. أبو شنو بسعدك خلته مكشوف لهم. يعني موتر جديد نطالب شخص كشف. نعم. جديد في السوق. ما طيب. نختار أحد الكروت ونكشف على الخبايا. إيه.
احلى واحد. مش احلى واحد والله ما ادري. انت اللي احلى واحد حبيبي. انت احلى. طيب هذا اثنين 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 ديك ثلاثة لواحد اثنين اخر واحد. دقيقة لا تروح. كم اثنين ولا واحد ثلاثة؟ والله ما ادري. انا حبة فضي انا. يا ساتر يا ساتر. اعطني هذه الثالثة. ايه حلو يعني انت تحب تخليها ايه مقسمة. طيب هذا يا طويل العمر يقول اذا جبتها صح لك 300 نقطة واذا ما جبتها لك ماينص 100 نقطة يعني يجيك خصم. اسم ولد طبعا هذا ملخبط انت ترتبه. هذا لعبتي انا. لعبتي اها معود. طيب اسم الولد يقول موحد. ها موحد ماحد. اي موحد. لا لا مو 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 صح. لا كيف دقيقة. هذا أربع أحرف. ميم ألف حادة. قصدك يعني ما فهمت قصدك. إحنا ما فهمت قصدك. ما وش ولا تقول نقاش. لا هذا ما في جواب. ما في جواب. إيش فيك؟ اسم ماحد أبيك ترتبه وتجيب اسم. واضح. وشو؟ أحمد. والله جاب صح. مبروك عليك. ثمانية نقطة. عاد أحمد استريح الله يعطيك العافية. طيب اسم انسطع وسط المدينة. لا لا لا. فؤاد. حياك يا فؤاد. شفت أضيع العموم. طيب فؤاد اختار احدى الموجودين. اليسار. اليسار والواحد. طيب طيب تدري ان فيه احدى الكروت الحرمام الحصانة. تخيل ان جاك. عادي عادي. طيب ممكن تنحرم الحصانه وتطلع ابراهيم. ايش يصير؟ ايش دخل ام الحصانه في فقرتك انت؟ ما ادري واضح اني كذاب صح. ابي اسوي حدا. طيب ناخذ الكرت يا طويل العمر. الله 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 الله. دقيقه دقيقه للمصداقيه. لا قبل شوي كله صدق صدق قبل شوي كله صادق. لكن شوف هذا اشرح مسلسل اذا جابه صح جابوها اخوياه له اضافه 2000 نقطه واذا ما جبته صح عليك خصم 1000 نقطه. ما اعرف اشرح مالي شغل. انا بوريك بوريك. اسمع كنترول الله يرحمني والديكم. اي حركه صوت تلميحه يعني تكلم علمنا عشان نلغيها. هذا المسلسل من كلمتين. جاهز؟ ليش؟ توكل على الله. على عيونك. الله عليك. الله عليك. تستاهل 2000 نقطة يا حبيبي. عين الذيب مسلسل عين الذيب. طيب من اللي بعده من اللي بعده من اللي بعده؟ عطرة. تفضل يا عبد الله. يا مرحبا عبد الله. سلام يا قلبي. يعني كيفك جاهز للعبة؟ خير يا قلبي. يعني كله ترى هذه في فقرات ما انت تدري يجيك اضافه يجيك خصم. جيت هنا جيت هنا للتحدي واشتي اخذ افوز هنا. تشتي تاخذ اختار لك كرت. فؤاد. ما فؤاد هو نختار. اختار يسار ذا. لا لا وقف حدد احنا نجيب. طيب يقول يا طويل يقول لك يا طويل العمر هذا اشرح اشرح من اساسيات الكاميرا. اذا اخويكم جاي بالعيد غير فهمت ابعد كذا عشان الكاميرا. زبط امورك وعلنك تسولف ولا كنا شيء صار وتبدا زبطت انا في داخل اطيش. اسمع اذا جبتها صح لك 1500 نقطه. شوف عشان ما يغشون ولا شيء. شوف بوريكم اسم المسلسل. شوف إذا جابها له 1500 نقطة إذا ما جابها يجي ماينص 700 نقطة. جاهز؟ علمني شنو منو؟ سمعني. جاهز؟ تفضل. هذا هو اسم المسلسل. تقول كلمة واحدة ما لي شغل. 1500 ما هو بعبث. كم دقيقة؟ لك دقيقة. يلا تفضل. لا 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 توريها بدون صوت. 1 2 3 اكشن. لا 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 ما سويت شيء. لا ولكن بس خليك تدي ولا روم ستوب. هذا الشيء احسب معي كنترول. ممنوع
وقف وقف تعال 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 اي والله جابها تعال 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 يا ولد انت 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 شو وضعك؟ انزل انزل عندي انت كل اسماء المسلسلات تعرفها؟ لعبتي هذه اتك مولود في ام بي سي ولا شو وضعك؟ كل كل المسلسلات تعرفها شو؟ والله ما اعرف والله ما بشرته بس يقول ذاك قلت تجو اهلا اهلا الفطانه اهلا الفطانه. طيب الف مبروك لك 1500 نقطه. نشوف الاسم اللي بعده. محمد المطيري يجي معنا. يا مرحبا بقى بقى الخير واجد. الاخير 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 وش يقول؟ شنو منو؟ طيب اوه يقول لك اسمع اختار احد المتسابقين. طيب اختار ذحين احد المتسابقين ما ادري يمكن يجيه اضافه او خصم، لكن اللي لك اذا جبت الاجابه صح لك 200 نقطه، لكن اللي بتختاره معك ما ندري هو بيجي خصم او اضافه. مشكله دي يلا زياد بن شري. زياد بن شري اذا جبتها صح اتوقع كم يجي؟ كم يجي؟ علمني. يمكن يجي خصم يمكن يجي موجب. ان كان موجب اتمنى 1500. لا اذا جبتها صح بيجيه موجب 100 نقطه، واذا انت جبتها صح 200 نقطه. يعني انت اذا جبتها صح 200 و100 نقطه. تم يلا الاخو هنجر ستيشن الغالي. طيب يقول لك السؤال كم عدد السجدات الموجودة في القرآن الكريم؟ الخيار الأول 15، الخيار الثاني 17، الخيار الثالث 19. الخيار الأول كم؟ 15، الخيار الثاني 17، الخيار الثالث 19. 17 كم؟ 17. متأكد؟ متأكد. متأكد؟ 15 15. متأكد؟ خلاص 15 إيه. متأكد؟ أنت ذحين اخترت رقمين. لا 15 ممكن واحد غلط وواحد صح ما ادري. 15 تاكد؟ اي. اخر اجابه؟ اخر اجابه. اخر شيء اخر شيء 17. اخر شيء اخر شيء علمني علمني بالاخر علمني علمني. يا صوت 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 لا حد يتكلم بيجي خلص. شاور رفيق شاور رفيق. لا 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 انا وياك انا وياك احنا كذا شباب بدون صوت دلحين لمحني لمحني علمني. اختار 15 او 17. هذا كيف 15 او 17 او 19 يمكن كلها غلط و 19. الحمد لله 19. ها انت تضربه كله تشوف ردة فعلي. طيب يقول من شاور هذا يعني ايش؟ والله خليني اشاور في جزيل يعني ايش؟ من شاور ما ضاع يعني كم؟ 15. اخر كلام 15 خلاص. مره مرتين ما تغير. الف مبروك لك. الحمد لله. طيب من بقى؟ من بقى؟ تفضل. والله الله 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 يا ساتر يا ساتر. وقف انا ذا الحين وصل المثلث يا ساتر. مثلث برمودا اصطك علي يا ساتر يا ساتر يا ساتر. طيب محمد المخاريب مرحبا موسى. اختار احدى المربعات يعني شوف قول الله شنو ايش رايك شنو ايش ايش رايك اقول بالواقع تجربه لي خبره ايوه اهبد هبد اهبد والله الهبد هو اللي يجيب كل شيء يقول تخطط تجي عكس يقول خير الامور وسط انا اقول لا اللي ما هي مقدمه اعطيتها اي واحده متاكد هذه نعم ولا اقول هذه نعم ولا تقول عطناها متاكد ها عطني عقبها هذه اي وقف قدام هذه نعم ولا هذه ولا لا لا ذي تفضل يقول لك الله 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 اعلن عنها ورهم بالكاميرا كرت الحظ 100 نقطة بدون تعب ولا شيء 100 نقطة جاهزة مجهزة طال عمرك شكرا لك شكرا العفو يا حبيبي كله من النظارة السر في النظارة تفضل معنا دقيقة أنا أخاف ما اختارك تقول ليه ما اخترتني الأول شنو هذا نظراتي حلوة لا تطلع لي في هيك عيونك حلوة عرفت ذاك الترند ها ما تطلع
سم الله عدوك اختار واحد وش تشاوريني انت كيف انا مالي مكثر كلام أيوه؟ عندك الحين كم كرت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 واحده من الكروت فيها حكم فيها اسئله فيها مثال انت ونظامك عاد انت زقي تستشير وش اللي يستشير وش تقصد وش اللي تتفق عليه نتفق ان لا نتفق انا وياك كذا نظامنا قطبين متباعدان اي واحده تختار عطنا المشط تكشيفتك المشط ذاك اليمين هذاك نعم هذا كرتك اي كرتي بتاكل ذكرتك طيب تبي اللي قدام ولا اللي الثاني للذمه يعني الاول اول واحد طيب يقول لك يا حبيبي يا حبيبي شرح مسلسل اذا جبت صح لك 400 نقطه قول لي واذا ما جبت صح لك ناقص 100 نقطه طيب خلينا نشوف راح تشوف تفضل لا تتكلم كلمه انا احس اني ساعدتك والله يلا تفضل دقيقه لا تتكلم ما علم الكلمات لا تتكلم كنترول لا يتكلم الله عليك الله عليك الله عليك ثانوية النشيب ألف مبروك لك 400 نقطة أشكرك يا حظ أنا مسكت الكاركتر هذا ما أدري ماني بداري ثانوية النشيب أنت مسكت الكواليس ربطت الكواليس طيب ما اللي باقي علمنا تفضل يا حبيبي أشكرك هلا يا أبوي كيف الحال؟ وش مسوي؟ هذا قبل السحور؟ طيب أي كرت يا عمي؟ أي كرت من ذول؟ ذيل هذا أي كرت؟ اللي في النص هذاك الكرت الأخير الوحيد اللطيف الجميل اللي بنعرف كلنا وش أموره؟ الله 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 يقول لك حبيبي هذا اسم عشوائي إذا جبته صح أخذ لك 250 وإذا ما جبته صح يجيك خصم 250 اسم ولد اسمه داخل اغير بالاحرف يجيك الاسم لك دقيقه خالد الله امانه 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 دقيقه 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 يا حبيبي انا عجبتني تدري وشو والله تاخذ 250 بس عجبتني وشو وضعيت انك تفكر سامع بس يلا 250 نقطه طيب من باقي تفضل معنا تفضل معنا بقى معنا كرتين ثلاث أربع خمس اثنين أربع ست سبع بقى معنا سبع أشخاص طيب يطلع معنا واحد ثاني ولا تهنون لا مو فزع اللي قط أنت شفيك أنت قد طلعت عبد الله تفضل معنا اللي ما قد طلع يرفع إيده طيب اختاروا الكروت بسرعة أولا أنت أول واحد ها أنا اللي فهمت قصدك الأول لا يبي تعبني الله يهداه هذا لا ايوه الحسين طيب يقول لك اسمع هذا اذا قلتها 10 مرات بسرعه لك 400 نقطه اذا جبتها صح 10 مرات اخوي هذا قدر مرقه بقراتنا اثقل اسمع يقول لك قدر مرقه بقراتنا اثقل من قدر مرقه بقراتكم جبها 10 مرات بسرعه لك 400 قدم مرقت بقراتنا اثقل من قدم مرقت بقراتكم قدم مرقتنا اثقل من قدم مرقت بقراتكم قدم مرقت بقراتنا اثقل من قدم مرقت بقراتكم قدم مرقتنا اثقل من قدم مرقت بقراتكم قدم مرقت بقراتنا 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 اثقل من قدم مرقت بقراتكم قدم رقت بقراتكم دقيقة أنا بقيم اسمع الجواب نعم أو لا الكاميرا وين هناك يجي ما هو جاي اسمع كاميرتنا وين الجواب أبي أسألك والجواب يا نعم أو لا هل جاب صح ولا لا نعم لا نعم لا يستاهل 400 نقطة على كلمة نعم
طيب الله 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 اسمع هذا يا طويل العمر التحدي تجيبه لك 300 نقطة ما تجيبه لك خصم 100 نقطة يقول غن بالصيني لمدة دقيقة أبي بحصاص أنا ماني صيني غن بالصيني أروح غن غن لا ما تجيبه لك خصم عليك خصم أصل طيب غن كم دقيقة لك دقيقة بسرعة يا رجل معه غن 300 نقطة في جيبك سياسات المكان بكرة الغرام طيب ما اللي بقى ما اللي بقى تفضلوا محسن و على خشب اثنين اثنين فهمت اختار لولا طيب يا نعم اسمع لك تحدي 200 نقطة إذا جبتها 10 مرات برجل واحدة لازم تربع رجل واحدة تقولها طبخة طبخنا في مطبخكم طبختنا طيب قلها وانت رابع رجل طبخنا في مطبخكم طبختنا 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 خلاص 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 سؤال مستوى اتوقع انك خذيت النقاط ولا لا اشكرك يا محسن الله الله ما في دار ما في دار ها وش تبي كم نقطة ها كم نقطة كم نقطة هي علم امانه قبل نقطة ما قلبت امانه تقوى هذا 50 نقطة ما المتوسط اختار لنا ها صبر اعطني لا 50 نقطة اعطني اياها ما تصدقني حتى ابي 50 نقطة تحسب اني اكذب صح؟ اقرا عازم عازم رجع 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 عشان عشان يجي منكسر تكفى اسمع 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 شوف شوف يا ولد شوف يدك منكسر رجع رجع مشكلة يدك منكسرة؟ ايه لا هذا ذاك ذاك يدك منكسر يدك منكسر روح ايه لا 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 انا في وجه الله اسمع اسم ولد اسمه ها اسمه حتى ما عرفت اقرا متعب يلا خذ لك 50 نقطة اقول ميدك ما تسمعني علي ايه الله 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 طيب انا غديت كني اسكوكة هنا ذا الحين انت ما اخرج ليه صح بقوا ترى بقوا من بقى فيصل باسل فيصل شدة باسل ما لعب طيب للحين اخر ثلاثة شفتها شفت ذاك اللي يقول اذا اجتمع اهل اثنان هتحدث معركة قروب 82 وثلاث برمودا اشتنك بعد اشهد انك بشت وشو؟ ها؟ نعم شنو؟ شنو تقول؟ اقول ايوه انك بشت الله يرحم والديك ليش؟ لا قروب كامل كلنا في سيارة واحدة سيارة واحدة؟ ايوه مدلل كامل طيب ايوه عندكم ثلاث كروب نختار اثنين انا ودا اللي ورا انا وجروبنا جروبنا الكامل يعني اذا اوه أيوة. لكم كلنا جروب في باص واحد في واحد أيوة. طيب من اللي يسوق المركبه انت الله يعطيك العافيه رايح الاشهار طيب اللي قدام سيده لا خل على حجاجك ليسر ايوه خذ اليسار اثنين ايوه اللي عندك اثنين اي وقف أيوة. عندك بس لا كمشت يسار 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 شوي يسار ارجع ارجع يسار أيوة. يسار بعد شوي قدم شوي بس انزل خذها لا قدم شوي ايوه يمين شوي يمين بعد انزل يلا ايوه طيب هذا حق فيصل اسمعوا عندي ثلاث كروت الفيصل الاول لا ايوه لا الاخير الثاني لو ايوه الاول الاخير الثاني الفيصل ثاني الفيصل طيب الله 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 يستاهل
إذا جبتها صح. أيوه. تعال يا فيصل. لبي. إذا جبتها صح لك 3000 نقطة، وإذا ما جبتها صح عليك خصم 100 نقطة. لا لا ليه؟ النص الثاني طيب. مسلسل من كلمتين عرفت بدون لا تقول ولا كلمة، لازم تشرح لهم هالكلمة. أعلمهم بالمسلسل. بشر ولا أنا بدوك شفت الكلام؟ إيه. إنك تشرح لأخوياك بدون لا تقول كلمة. خلي أقول واحد. استفهام 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 علامة استفهام. المبروك لك 3000 نقطة. يستاهل يستاهل. كم نقطة؟ 3000. أنا أبي للثاني إذا أنا اخترت. طيب يلا استخذ الحين. متعب ولا علي؟ يلا. اختار. اختار. اختار الأول. يمين لا لف لف لف. لخبط لخبط. يمين ولا يسار؟ لفوق. يمين ولا يسار؟ فوق أحمر. اللي تحت. يمين ولا يسار؟ يمين. يمين ولا يسار؟ يمين. طيب يقول لك 100 نقطة. اليسار. أنا قلت اليسار. طيب لك 100 نقطة. اليسار صعب ما أنت بعارف تجيبه. خلاص يستاهل. طيب لك 100 نقطة. يقول قلد، لازم تختار واحد من أخوياك وتقلده مدة دقيقة. لازم أنا قلدني قلدني. نعم. محسن لازم تقلده مدة دقيقة. تعال يا محسن. أنت وياه سولفوا إذا نفس التقليد خذيت 100 نقطة. طيب اسم علي مناحي. نعم. مشارك في نسخة مراجل. نعم. حصلت على نقاط. لا ابهته يا الله. المبروك 100 نقطة. مبروك. أعطني كرتي. خلاص قد ناسكم معي عشان أسجل عندي بالدفتر كلها لي. طيب السؤال أصعب سؤال، أنت حظك أم حق؟ قل لا إله إلا الله. أصعب سؤال وكنت أقول في خطأ يا رب إنه ما أخذه، بس إذا جبت لك 300 نقطة. واسمع لازم تختار واحد من الموجودين. أختار أختار إيش؟ تختار يمكن يجيه إضافة ولا خصم. عشان أنصف عبد الله العلياني. عبد الله العلياني. لنا اشكرك فكر لما كلكم تقولوا انا يا راجي لا اخذ ظني نقاط كثيره لكن السؤال يقول من هو سلطان الكرم العربي انا بعطيك خيار اسمع 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 اسمعني 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 هذا اخر سؤال انا بسك سؤال عيوني يا عيوني بسلك من هو سلطان الكرم العربي في خيارات اذا جبتها صح اذا جبتها صح يعني انت رمعتها كذا ايه وجات صح ما في خيارات انا في خيارات بس انا بعلمك العرض حلوين اذا جبت الجواب صح بدون لا تستعين بالخيارات راح يجيك 300 نقطة ويشال الخصم من العلياني يشال منها كم؟ 200 نقطة واذا ما جاوبت اذا قلت الخيارات هنا الخصم ترى عندي بطل استيعاب الله يجعلك امك الجنة ايش يا ولد من اكرم العرب واحد بطل بس والله وجهك بكل ما ادري هو لقب السلطان الكرم استيعاب ما طبيعي الف مبروك لك 300 نقطة جمهورنا الغالي هدوا يا شباب خلنا نختم لبيك انا الوحيد اللي ما فاز ها ابشر بسعدك الفقرة الجاية لكن لبيك ذا الحين بس يا الربع يا الربع احنا شكلنا طولنا في الفقره ورانا سحور اسمعوا بنسحب الحين على التاج يا ليت يا شباب هدوء ونكون هنا السحب على التاج يا شباب السحب على التاج يا الربع يا الربع استريحوا 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 لبيك لبيك يا ساتر يا ساتر يا سلام ثواني بس ثواني يا الربع يا الربع مساحه مساحة يلا 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 مساحة خوش خوش كلنا نبغى نصور معك سبيس يا الربع مساحة مساحة والله ما اشوف يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب يا نشاب انا ما اقدر انا جنبي يدي ابعد هنا ابعد هناك ابعد هناك ولا انا اقوم يا الربع ابعد ولا بقوم يا ارتاح الاحراج لا لا اوه ظريف بنبدا السحب على هاشتاج مراجل 14 اليوم اليه جديده اي واحد يحط سلاسل اي واحد يحط كذا مليون نقطه كذا مساحه كبيره ما راح نقبلها اليه الفقره مثل ما انتم عارفين
تهدي نجمك 100 نقطة وتهدي خوية 200 نقطة. خمس أشخاص بنسحبهم اليوم. حلو حلو حلو. بنحدث بس الهاشتاج، نحدث الهاشتاج. قولوا معي بس أي واحد يحط مصافات خطوط هذه ما راح أقبلها. حلو حلو دقيقة نشوف نشوف. الله عليه. ميم ليبيا تقول النقاط 100 نقطة المتعب من رقعان والخوية الفؤاد عبد الله 200 نقطة. طيب نبدأ السحب يا شباب. نقول بس الليال تقول الزياد بن شيري 100 نقطة والعلي بن مناحي 200 نقطة. هذا ثاني واحد. نبدأ بنبدأ بنبدأ بقى ثلاث أشخاص معنا ذا الحين. نبدأ نحدث. مزن جابت العيد قالت فؤاد عبد الله لكن كررت فؤاد عبد الله ولا قالت من الشخص اللي معه. لكن نقول من ندى الشمري الفهد بن محمد 100 نقطة وزياد بن شيري 200 نقطة. هذا ثالث شخص. هذا الشخص دقيقة معلق. خلنا نحدث خلنا نحدث خلنا نحدث بس هنا سؤال. في واحد اسمه عبد الله وفي واحد اسمه عبد الرحمن. انا عبد الله عبد الرحمن. ها والله ودي خدمك. من اللي اسمه عبد الرحمن هنا؟ نبي بنرقعها ما يمدينا. حط اسم واحد ليه لكن واقعية بلا حدود. تقول 100 نقطة الشغموم القرية شاف الدوسري و200 نقطة للبروفيسور مشرف الشمري. آخر سحب آخر سحب. لا إله الله. دقيقة. رهف تقول عبد الله بن عبد الرحمن. دقيقة. السالب القحطاني 100 نقطة والعبد الله بن عبد الرحمن 200 نقطة. الولد أبو حنا وصلنا للختام. اعذرونا إذا حنا طولنا في البث. اعذرونا إذا قدمنا شيء ما ينال إعجابكم. ذا الحين جعل من جابك في الجنة الله يرفع قدرك. حنا بس عشان ما أنسى جعل من جابكم في الجنة هذا أقل شيء نقدمه. جعل من جابك في الجنة. الله يرفع قدرك. لكن يا الربع اليوم حنا دشنا شيلة رمضانية لكن ذا الحين بندشن شارة الفقرة الحي يحييك الرئيسية في ليت إعداد تسمعونا وننطرب كلنا. يلا يا إعداد. إعداد تسحرتوا سحبتوا علي يا رجال شيل سيس. لا 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 دقيقة 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 شوف سيف يولد شوف شوف سيف يولد الشارة جاهزة. شوف يلا يلا. الحي يحييك والميت يزيدك غبن. الحي يحييك والميت يزيدك غبن. شد العزم واجتهد وابشر معي بالسعد حماس روح ونشاط تفاعل اكسب نقاط. الحي يحييك والميت يزيدك غبن. الحي يحييك والميت يزيدك غبن. جمهورنا ينتظر لابد ما ننتصر يا صاحبي تستطيع العب تحدى الجميع. الحي يحييك والميت يزيدك غبن. الحي يحييك والميت يزيدك غبن. نجدد الذكريات بالعابنا الماضيات ساعات لعب وما راح نصنع شعور وفرح. الحي يحييك والميت يزيدك غبن. الحي يحييك والميت يزيدك غبن. ما فيه خاسر لكن خلك حريص وفطن. الحي يحييك والميت يزيدك غبن. العافية مشكورين والله يبيض وجيهكم. فما الله يا نشامة. الله يعطيكم العافية. الله يرفع قدركم يرحم والديكم. جعلنا جابكم الجنة.
الله يرفع قدرك. الحي يحيك والميت يزيدك غبن، الحي يحيك والميت يزيدك غبن. شد العزم واجتهد وابشر معي بالسعد، حماس روح ونشاط تفاعل اكسب نقاط. الحي يحيك والميت يزيدك غبن، الحي يحيك والميت يزيدك غبن. جمهورنا لابد ما ننتصر يا صاحبي، تستطيع العب تحت